احنا في اتحاد اشتراكي لا نرى لهذا الامر بهذا التجزيء وبهذه البساطه. المشاورات همت اصلاحات حقيقيه في المنظومه الانتخابيه، وكل تبخيس لها واختزال لها على انها صراع حول القاسم الانتخابي هو تبخيس لنضال الحركة الديمقراطية في المغرب والحركة التقدمية. الحركة التقدمية كانت تطالب دوما بإصلاح المنظومة الانتخابية. اليوم انتخابات حققت هذه المشاورات ما لم يتحقق في أكثر من عقدين من الزمان، ونحن نطالب بمجموعة من المطالب أساسها هو الرفع من تمثيلية المرأة، باش يكون عندنا مؤسسات تمثيلية النصف الآخر للمجتمع ما يكونش معطل. أساس هاد الإصلاحات هو محاربة العزوف وضمان المشاركة، لأن هناك من يراهن على عزوف المغاربة. مني ما تيمشوش المغاربة يصوتوا كيولوا غير الشنقة اللي حاكمين في العملية الانتخابية وغير المفسدين بالعمليات الانتخابية، سواء من باسم الإحسان أو باسم المال. ولذلك هؤلاء مع انتشار ظاهرة العزوف ومع عدم مشاركة المواطن، احنا من أجل مشاركة المواطنين ومن أجل توسيع هذه المشاركة ضمننا جميعا بأن الانتخابات يجب أن تجري في يوم واحد باش نضمنوا المشاركة الواسعة المهم. وكذلك ما تكونش هذه الانتخابات ليلة العطلة، يوم الجمعة هو ليلة العطلة الأسبوعية والناس تتسافر. لذلك حرصنا أن نطالب أن انتخابات تكون يوم وسط الأسبوع باش نضمنوا المشاركة ديال كل ساكنة في مواقع سكنها. كذلك الأمر يتعلق كذلك بمحاربة الفساد ومحاربة الرشوة الانتخابية، وشدنا العقوبات فيما يتعلق بهذا الأمر. عاد تجي بعد ذلك قضية القاسم الانتخابي. قاسم الانتخابي شنو هو مشكلته؟ هناك أحزاب كانت تحصل على مقاعد أكثر مما كسبت من أصوات، وهناك أحزاب أخرى متوسطة وصغيرة تحصل على مقاعد أقل مما صوت عليها. ببساطة إذا كانت مثلا مليون صوت تتعطي 100 مقعد، فاللي منطقي في العملية الحسابية هو أن 500,000 صوت أي نصف مليون خصو يعطي نصف عدد مقاعد 100 أي 50. بالقاسم الانتخابي كما كان سابقا، كيف ما كان القاسم الانتخابي سابقا، الذي كان يقع هو أن ذاك المليون صوت عوض ما يعطي لهذوك 100 غادي يعطيهم 150، بينما هذوك اللي عنده 500,000 عوض ما ياخذوا 50 واللي هي التي يستحقوا تياخذوا 20 ولا تياخذوا 25 ولا 30. إذا نحن عندما نتشبث بالقاسم الانتخابي كما اقترحنا، فلأنه بين واحد التناسب بين عدد الأصوات مع عدد المقاعد. الآخرين باغيين يبقاو محتفظين بالريح، الريح ديال الأصوات تحت مسميات متعددة، ها العتبة، ها حيد الأصوات الملغاة، ها حيد كذا، تحت هذه المسميات اللي كلها بالهدف استيلاء على مقاعد لا يستحقون. ببساطة احنا حاولنا الإصلاح واقترحنا إزالة ماشي تشبتنا ما كاينش، ماشي معنى أننا كنا مع المطلب فقط ديال القاسم الانتخابي كما كان سابقا، لا، اقترحنا صيغة أخرى، قلنا حيد العتبة وحيد سميتو الأصوات الملغاة. ورغم ذلك لاحظنا أن مقترحنا
وهذا هو المشاورات. في إطار المشاورات تبين أن مقترح الآخرين كان أقوى، مثلا أن مقترح الآخرين تحقق العدالة والتناسب أكثر من مقترحنا. كل أريحية تنازلنا عن مقترحنا لصالح هذا المقترح، بحال اللي قبل اللي قلنا أن الانتخابات جري على الفردي في أقل من 70,000. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.